السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين. نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ من صحيفة الميثاق الوطني ومقال للكاتب أحمد صبري يقول فيه: استقبل العراقيون موجة الحر هذا العام وهم تحت وطأة ثلاثية غليان درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء والغلاء، وهذا الثالوث الذي يخيم على أجواء العراق تزامن مع أزمة سياسية عصفت بحلفاء الأمس أعداء اليوم، باتت تنغص حياة العراقيين وتؤثر سلبا على هذه الأجواء. والعراقيون المكتوون بلهيب الصيف وغلاء الأسعار وفقدان الكهرباء يواجهون هذه المصاعب والمعاناة بصبر نادر، على أمل أن تتحسن أحوالهم وينعموا بالأمن المفقود. ورغم مصاعب ارتفاع درجات الحرارة وغير المسبوقة حقيقة التي تجاوزت 50 لتزامنها مع موجة ارتفاع في الأسعار، اضطرت الحكومة إلى تعطيل العمل في بعض مؤسساتها، إلى أن العراقيين ابتكروا أساليب بديلة لمواجهة لهيب الصيف من خلال استعدادات طريفة للتقليل من آثارها على حياتهم. ويشير مختصون في الأنواء الجوية إلى أن درجات الحرارة في بغداد أصبحت الأعلى بين المحافظات وحتى بعض العواصم الخليجية خلال السنوات الأخيرة. ثلاثة عوامل أساسية على رأسها ما تنفثه مئات الآلاف من مولدات الكهرباء، سواء الكبيرة المنتشرة في الأحياء السكنية والشوارع أو المولدات المنزلية. ولا يقل تأثيراً عن ذلك العامل الثاني، وهو وجود أكثر من 3 ملايين سيارة في العاصمة بغداد تخرج من عوادمها الغازات السامة والساخنة في الوقت نفسه. أما العامل الثالث فهو وجود مئات الآلاف من الكتل الكونكريتية في أحياء بغداد وشوارعها، ويعدها الخبراء عاملاً جديداً في ارتفاع درجة الحرارة في بغداد، خصوصاً بسبب طبيعة مادة الإسمنت التي تعكس الحرارة. وغول الأسعار سجل هو الآخر معدلات غير مسبوقة، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية 50%، فيما سجلت أسعار اللحوم ارتفاعاً غير مسبوق، ما يثقل كاهل المواطن ويلتهم راتبه. وترى الخبيرة الاقتصادية مجد العلي أن معدلات الأسعار بكافة موادها هي الأعلى بين مثيلاتها في دول الجوار العراقي، وعزت أسباب ذلك إلى تدني مواد البطاقة التموينية التي تحصل عليها العائلة العراقية، وغياب الرقابة الحكومية على ضبط ومراقبة الأسعار على أساس العرض والطلب. ويتندر البغداديون بوعود تحسين منظومة الكهرباء التي تسبق حلول موسم الصيف التي سرعان ما تتبخر عند ارتفاع درجات الحرارة، ويقارنون بين شحة ساعات الكهرباء التي توفرها لهم السلطة الحاكمة، بينما يتمتع به سكان إقليم كردستان بنحو 10 ساعات يومياً، يقابلها نحو ساعة أو ساعتين لسكان بغداد، ويتساءلون عن مصير أكثر من 100 مليار دولار أنفقتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى الآن على مشاريع الكهرباء بحسب وزير المالية في حكومات المنطقة الخضراء. حذرت صحيفة الجارديان البريطانية من أن إيران قد تسيطر على العراق مجدداً بعد إنهاكه بالأزمات والصراعات السياسية التي ستضر العراقيين وتفتح الباب لزيادة النفوذ الإيراني. قالت الجارديان في تقرير لها إن مجلس النواب المحاصر من قبل المتظاهرين في بلد معطل بعد 9 أشهر من الانتخابات وسط أعداء بين بعض الكتل السياسية ووكلاء إيران هي أزمة سياسية ليست جديدة بالنسبة للعديد من العراقيين، لكن بالنسبة للعديد من المراقبين تبدو هذه المواجهة أكثر تعقيداً وطويلة الأمد من معظمها منذ أكثر من عقدين. التقرير أشار إلى أن الأكراد سيضطرون إلى القبول بالمصالح الإيرانية بهدف تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة، مذكراً بالهجمات الصاروخية التي ينفذها وكلاء إيران بشكل متكرر على البنية التحتية للغاز بكردستان العراق، في تحركات تم تلقيها كتحذيرات محددة بعدم الذهاب بعيداً في الداخل والعودة إلى طاولة المفاوضات على المستوى الوطني.
وشدد التقرير على أن هناك مؤشرات كثيرة على أن إيران بعدما نفذت حملة استنزاف منهكة ستتمكن من تحقيق مرادها في نهاية الأمر، وتعزز سيطرتها على مواقع أساسية في دولة ضعيفة، وتتمكن بمستوى لا سابق له من إملاء شروطها. وكانت مصادر مطلعة قد كشفت عن قيام قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال إسماعيل قاني بزيارة غير معلنة إلى العاصمة بغداد الأربعاء الماضي، عقد خلالها لقاءات مع عدد من قادة الكتل السياسية وقادة الميليشيات المسلحة لفرض إملاءات طهران على تشكيل الحكومة. قالت صحيفة الفاينانشال تايمز إن التظاهرات التي شهدتها المنطقة الخضراء في بغداد تعكس تفاقم الاضطرابات السياسية في العراق في ظل فشل القوى السياسية بتشكيل حكومة جديدة بعد نحو 10 أشهر من الانتخابات، ما يعني أن الدولة الثانية الأكبر نفطياً داخل أوبك ليست قادرة على الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط عالمياً. إن الأزمة السياسية تحول دون تمكن العراق من التمتع بمكاسب ارتفاع أسعار النفط، ما يثير قلقاً حول احتمالات انعدام الاستقرار مستقبلاً، ويتسبب كذلك بتوتر المستثمرين الأجانب. ونقل التقرير عن مسؤول حكومي قوله: إننا فقط ننتقل من أزمة إلى أزمة بدون وجود نهاية واضحة للجمود، معترفاً بأنه لم يعد هناك دولة، وأن البلد يسير على الجشع والفساد فقط، ولا أحد يفكر في المستقبل. وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من أن خزائن حكومة بغداد تعززت بالأموال من خلال الأرباح غير المتوقعة جراء ارتفاع أسعار النفط، إلا أنه لم يتم إقرار ميزانية العام 2022، وهو ما يعني أنه من غير الممكن إنفاق معظم هذا الفائض المالي. وشدد التقرير على أن الفساد متجذر في الدولة، وأن الميليشيات التابعة للأحزاب منتشرة في معظم المؤسسات التابعة للدولة، بما في ذلك مجلس الوزراء وشركة النفط المملوكة للدولة والوزارات القوية والسلطات المحلية، لافتاً إلى أن المهمة الأساسية لأحزاب السلطة والكتل السياسية هي ضمان التدفقات المالية لقادة وأعضاء الكتل السياسية، وذلك من خلال نهب أموال الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسيطرون عليها. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران حققت في السنوات الأخيرة تقدماً مضطرداً في تصميم وإنتاج المسيرات القتالية وتوسع من إنتاجها. أضافت الصحيفة في تقريرها أن إيران تسعى اليوم لبناء نفوذ دولي وتقوم ببيع المسيرات المتقدمة التي يمكن تحميلها بالأسلحة لدول أخرى، بما فيها دول تعرضت في السنوات الماضية لعقوبات اقتصادية مثل فنزويلا والسودان، وذلك حسب تقارير إعلامية في إيران والصور التي التقطت عبر الأقمار الاصطناعية وخبراء الدفاع في داخل أو في داخل وخارج إيران. ووفرت هذه المصادر للتمويل والتأثير السياسي لإيران التي تتعرض للعزلة وتكافح تحت ضغط العقوبات الأمريكية. وهناك تقارير عن احتمال شراء روسيا مسيرات منها كما قال المسؤولون الأمريكيون هذا الشهر، وقالوا إن لديهم معلومات عن احتمال تحول موسكو لعميل يشتري الأسلحة الإيرانية، وأنها تخطط لشراء مئات من الطائرات دون طيار في محاولة لتعويض خسائرها من المسيرات في الحرب في أوكرانيا. نقلت الصحيفة عن سيث فريتزمان المحلل الدفاعي المقيم في القدس أن إيران أصبحت بشكل متزايد لاعبا دوليا في تصدير الطائرات المسيرة، وظهور مسيرات جديدة مثل مهاجر 6 في مناطق مثل القرن الأفريقي يكشف عن رؤية دول المنطقة لها كعامل مغير للعبة، في إشارة للمسيرات الإيرانية التي يمكنها التحليق على مدى 125 ميلاً وقادرة على حمل الأسلحة الموجهة بدقة. وأضاف: هذه حرب مدهشة لكنها رخيصة، وكلفة المسيرات الإيرانية أقل من النماذج الأخرى المتوفرة في السوق، لكنها تزداد تقدماً وأثبتت فعاليتها في معارك الشرق الأوسط. ولا تزال المسيرات الإيرانية على هامش السوق الدولي، وتشتريها الدول ذات الدخل المتدني.
أو التي تتعرض للعقوبات حسب فرانسمان. وتواجه طهران منافسة شديدة من الدول بالمنطقة وبخاصة تركيا التي باعت طائرتها المسيرة بيرقدار TB2 لدول مثل باكستان وأذربيجان وإثيوبيا، واستخدمتها أوكرانيا في الحرب مع روسيا. ولدى إيران حوافز سياسية ورغبة بالتأثير عبر هذه الصفقات على الدول التي تشتريها، كما وزادت الجماعات الوكيلة عنها في لعبة التنافس على الشرق الأوسط. وتساعد الصفقات هذه على بناء علاقات دولية رغم محاولات أمريكا عزلها، وتوفر مصدراً للدخل إلى جانب بيع النفط خلافاً للعقوبات المفروضة. نشرت صحيفة إندبندنت مقال رأي لنيديليكا مانديلا حفيدة الزعيم التاريخي لجنوب أفريقيا نيلسون مانديلا. قالت فيه إن معاملة الهند لمسلميها تحمل أصداء نظام الفصل العنصري الذي قاتل ضده جدي. وقالت أحتفل هذا العام في اليوم الدولي لنيلسون مانديلا الذي حل في يوم ميلاده الموافق 18 من تموز يوليو، حل بخطابات حذرت من الهجوم غير المسبوق على الديمقراطية، لكنهم كانوا جميعا متناسين لأمر أكبر. فبعد عدة أسابيع ستحتفل الهند بمرور 75 عاما على استقلالها، ولكن ما هو شكل البلد بعد 75 عاما؟ ويحث يوم مانديلا العالمي الجميع لتذكره، وجهود العالم يحثها أيضا لإنهاء التمييز العنصري ونشر السلام. لدي الآن قلق وأشعر بالخوف من أن أكبر ديمقراطية في العالم والتي كانت أمل الجنوب أصبحت في خطر ما، وقفت ضده وبن أوكران للذات. فهدم المنازل والتمييز المنظم وعنف الرعاع المدعوم من الشرطة ومشاركتها وحتى منع الزواج، ولو بدا هذا مثل جنوب أفريقيا قبل 75 عاما فأنت لست مخطئا، ولكنني أتحدث عن الهند اليوم التي أصبحت فيها كراهية الإسلام ممأسسة وجزءا من الخطاب الرسمي، ولدرجة باتت الهند تخاطر بنظام يحمل نفس مظاهر عدم المساواة كنظام الفصل العنصري. وفقط في الأسبوع الماضي استقال آخر نائب مسلم عن حزب بهاراتيا جناتا، حيث أصبح خاليا من أي نائب في البرلمان. وحتى نفهم السياق، فإن عدد سكان المسلمين في الهند يصل إلى 200 مليون نسمة، وهم أكبر عدد من المسلمين في العالم، ولم يعد لهم أي تمثيل برلماني، ويتم التمييز ضد المسيحيين أيضاً. وقبل فترة ليست بالبعيدة سخر قادة الحزب الحاكم من نبي الإسلام مخاطرين بعلاقاتهم الدبلوماسية، وردت حكومة ناريندرا مودي متأخرة بعدما ردت حكومات تركيا وقطر بخطوات اقتصادية، ولم تعد إسلاموفوبيا كراهية الإسلام أمراً مقصوراً على الهوامش في المجتمع، بل أصبحت عادية وجزءاً من الخطاب الرسمي كما لاحظنا في فرنسا والهند والولايات المتحدة. وأسهم الخطاب الرسمي الصارخ المعادي للمسلمين بزيادة جرائم الكراهية ضدهم حول العالم، ويبدو أن العالم يتجاهل ما يمكن أن تفعله أحداث تمييز عنصري صغيرة وتقود إلى تغيرات عالمية كبرى. قال الصحفي مرتضى حسين في مقال نشره موقع ذا انترسبت إن اقتحام المتظاهرين للمباني الحكومية في سريلانكا لم يكن تتويجاً لعملية ثورية بقدر ما كان انهيار دولة نامية تحت ضغط اقتصادي. أشار الموقع إلى أن الشعب في سريلانكا كان يتعامل مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة لعدة أشهر، وبمجرد نفاد احتياطات الصرف الأجنبية اللازمة للحكومة لاستيراد الضروريات الأساسية مثل الغذاء والغاز أصبح الضغط أكثر مما يحتمل. ورأى أن الحزب الحاكم أساء إدارة الاقتصاد لسنوات، مما تسبب في توترات تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19، لكن ما دفع سريلانكا أخيرا إلى حافة الهاوية هو الصدامات الاقتصادية التي نشعر بها الآن من الحرب في أوكرانيا البعيدة، معتبرا أن كل الدلائل تشير إلى أنها لن تكون آخر دولة تسقط. العالم يواجه الآن عاصفة شديدة من ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلسلة التوريد والصراع المسلح،
وكلها تتفاقم بسبب الآثار المستمرة للوباء. وقال روبن ميلز أحد التلاميذ في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا والمدير التنفيذي لشركة قمر للطاقة، إنه على عكس أزمات الطاقة السابقة التي كانت تتعلق فقط بالنفط، فهذه أزمة تتعلق بالنفط والغاز والمعادن والفحم والغذاء والعديد من السلع الأخرى. وأضاف: أي بلد فيه ديون عالية ويحتاج بشكل كبير لهذه الواردات يعتبر مهدداً. بعض الدول ستتأقلم مع الأمر وتتجاوزه، في حين ستشهد دول أخرى ثورات وانقلابات. سيكون الأمر مزعزعاً للاستقرار للغاية، ولا أعتقد أننا وصلنا إلى الأسوأ حتى الآن. ولفت الموقع إلى أن الحرب الأوكرانية فاقمت أزمة الغذاء، خاصة أن روسيا وأوكرانيا يصدران 12% من جميع السعرات الحرارية المستهلكة في جميع أنحاء العالم، ومعظمها على شكل قمح. أوكرانيا هي مصدر ما يقرب من 50% من جميع زيت بذور دوار الشمس المستخدم في السوق العالمية، وقد أدت الاضطرابات في صادراتها المهمة إلى ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن دولاً مثل مصر وتونس ولاوس والإكوادور ونيجيريا ليست سوى عدد قليل من البلدان التي تعتمد بشدة على الواردات الروسية والأوكرانية، وهي الآن معرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي في العام المقبل. في الصومال يتم استيراد أكثر من 90% من القمح من مصادر روسية أو أوكرانية. أنهى السائح الياباني كاتارو تاكادا جولة واسعة بين ولايات تركيا على ظهر حمار، قطع خلالها آلاف الكيلومترات. وبدأ تاكادا جولته في مايو أيار الماضي من قضاء مرزيفون في ولاية أماسيا شمال تركيا، وأنهاها في ولاية إزمير غرب البلاد. وبعد شرائه الحمار في ولاية مانيسا اتجه به جنوبا عبر قرى وسط الأناضول ليصل إلى منطقة كابادوكيا السياحية. وفي حديث للأناضول ذكر السائح الياباني أن فكرة التجول بالحمار تبلورت في ذهنه قبل 5 سنوات أثناء زيارته إلى المغرب، وأفاد أن الكثير من المواطنين فتحوا له منازلهم أثناء رحلته قائلا: الكثير من الأتراك ساعدوني. وأوضح تاكادا أنه تجول في 30 دولة سابقاً، وأنه ينوي استكمال جولته حول العالم في الأيام القادمة بأوروبا على ظهر حمار. والآن إلى رسوم الكاريكاتير. ومع هذه الرسوم الكاريكاتيرية نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.